السلام عليكم الإخوان الأخوات. واحد السؤال مهم مهم جدا جاء من أحد المتابعين، تهضر على سيباراسيون دو تيتر. غادي ندوز لكم السؤال. السلام عليكم أخي الكريم، إلى بنيتي ار بلس 2 وبغيتي تحفظ غير السفليه باش تبيع الكراجات مثلا، واش ممكن وشحال هاد المصاريف ديال التحفيظ تقريبا؟ المهم سؤال عجبني أنا هاد السؤال هذا وجاني على الكانه، وقلت غادي ندير عليه واحد فيديو باش يستفد الجميع. باش نقول لكم واحد القضيه مهمه، هي انه المعلومات اللي كنعطيكم في القناه راه معلومات باش تكون عندكم كيف تنقولوا معلومات عامه، ولكن راه كل حاله تتكون عباره عن حاله خاصه، كل واحد ممكن يستشير على حسب الحاله ديالو الخاصه. غير هو انسان فاش يعطيكم معلومات تعطيها لكم معلومات عامه، بحال قلتي شي ميدسان جينيراليست يعني تعطيك مثلا معلومات عامه، ولكن راه كل حاله كتكون حاله خاصه، ممكن مثلا يكون فيها شي حوايج اللي هما خاصين، خاصك تشوف مثلا مع النوتر هو اللي يقول لك الحاله ديالك بالضبط. ولكن انا بحال تنقيديك تنقول لك اودي راه هالامور كيفاش تدوز وهكيفاش وكيفاش 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 الثمن بالضبط النوتر اللي غيعطيه لك، لانه كل حاله بعض المرات تكون المساحه زايده، بعض المرات تكون البعد، بعض المرات تكون مثلا في منطقه حضاريه، بعض المرات منطقه قرويه، بعض المرات مثلا ديك الجامعه دايره شي رسوم بوحدها ما دايرهمش جامعه اخرى، شي واحد مثلا تكون الحاله ديالو ما مخلصش شي حوايج وواحد اخر تيكون مخلصهم، واش فاهمنا؟ شي واحد مثلا تيكون في شي بلاصه اللي هي تيتر مشترك شي واحد. المهم راه كل حاله تكون حاله خاصه، حنا تنهضروا على العموم باش الانسان يكون عنده المام عام بالامور. المهم عندك مثلا واحد الدار وبغيتي دير مثلا تقسم، مثلا دير التيتر ديال الدوزيام بوحدو، التيتر ديال البريمير بوحدو، التيتر ديال الكراجات بوحدهم، كل كراج دير ليه تيتر، هذا تتسمى سيباراسيون دو تيتر. هذه ممكنه في بزاف ديال الحالات ممكنه، غير هي تتكون زويه مكلفه، لان يعني عوض ما تحفظ الدار كلها كتحفظ كل بلاصه بوحدها، يعني خصك كل بلاصه دير ليها لا بروسيدور دو مثلا الدوزيام تدي لي بروسيدور بوحدها، بريمي تدي لهم بروسيدور بوحدها، والكراج تدي لهم بروسيدور بوحدها، واني كلهم تيمشيو في نفس لا بروسيدور، غير هو كل وحده تدي لها دوسي بوحدها، في الاخر كيمشيو كاملين تيتبعوا الملك المشترك اللي هو الارض، اللي هو الارضيه. اي باش نكونوا مفاهمين لان هذه الامور هذه راه مهمه بزاف، كل واحد راه عنده حاله خاصه، وكل واحد مثلا عنده شي حوايج اللي غادي يحتاجهم اللي غادي نهضروا عليهم حنا في القادم من الفيديو. دابا اهميه التحفيظ اللي خاصنا نعرفوا هو ان التحفيظ واحد شي حاجه اللي مهمه بزاف، لان الا كان شي ملك محفظ واخا تيحوزو شي واحد اخر مثلا تيرفلك شي واحد ولا تيجي مثلا تيدعي الامتلاك ديالو بدعوى انه تيستغلو ولا شي حاجه، فهذاك الملك المحفظ ما يمكنش يديه لك شي واحد نهائيا، لانه واخا تغيب عليه شحال ما غبتي الا رجعتي ممكن انك خاصه هذه القضيه تتوقع للمهاجرين. شي واحد مثلا هاجر وقعوا عليه مشاكل برا وكان محفوظ شي ارض، فاش يمشي مثلا برا تيرجع تيلقى شي واحد مثلا بنى ليه فيها ولا شي حاجه، فتيحوز سميتو تيجبد الوراق ديالو تيدعي هذاك السيد تيخوي ليه محلو واخا يكون ما عرفش شنو داير فيه. هادشي باش نكونوا مفاهمين على هذه القضيه، ممكن يخويه بقوه القانون ان هذاك السيد محفظ الارض ديالو تتسمى التحفيظ. لهذا هنا تتبان الاهميه ديال التحفيظ. التحفيظ راه شي حاجه مهمه بزاف. بعد الانسان راه تنشوفوا بعض المرات بعض الحالات تيوقعوا شي تخربيقات بحال هكا، شي واحد تيزور شي حاجه ولا شي تخربيقه بحال هكا وتيدير بحال باشرة من عندك ولا شي تخربيقه بحال هكا، هذا هو فين تيوقع المشكله. اما هو الا الملك ديالك محفظ ما عندش شي واحد كيمنين يدوز ليه واخا يطير ولا ينزل واخا يحوزو واخا يبني فيه ما عرف شنو. فالسؤال ديال المتتبع كيف قلت لكم هو قال لك انه بغى يحفظ طبقه دون اخرى وهذا الشيء، فبطبيعة الحال كيف قلت لكم هذه تتسمى سيباراسيون دو تيتر، ولا بغيتي دير سيباراسيون دو تيتر ما يمكنش تبني غير الكراجات وتسجلهم وتحفظهم والفوق وتبيع مثلا الفوق وتبني، لا ما يمكنش، خاصك دير سيباراسيون دو تيتر وتحفظ كل حاجه بوحدها، تشد البلان كامل وتشدو ودير سيباراسيون دو تيتر، تمشي عند النوطي تقول له بغيت نحفظ هذه البلاصه البلاصه البلاصه، يقول لك هما هذا الشيء اللي غدير اللي غدير، وغادي تمشي مع هذيك لا بروسيدور. يعني هاد الحالة قلت لكم تتكون بواحد الشروط، وخاصك تشوف مع النوتير باش يشوف معاك المساحة اللي عندك، لأن هادشي راه على حسب المساحة اللي عندك واش كتسمح، وعلى حسب الموقع ديالك، وعلى حسب الحالة ديالك واش كتسمح، وعلى حسب واش ما كاينش شي منع شي مانع في هاد القضية ديالك باش أنك دير سيباراسيون دو تيتر، لأن بعض المرات تيكون إنسان مثلا خارج في شي منطقة اللي ممنوع فيها مثلا سيباراسيون دو تيتر اللي حابسينها في هذيك البلاصة ولا شي حاجة بحال هكا. ففي هاد الحالة خاصك ضروري ما تشوف مع النوتير، هو اللي غادي يدير لكم هاد القضية، فهو اللي غادي يكيديكم ويقول لكم بالضبط اش خاصكم ديروا. فالحال حوايج تحتاجهم تدير واحد لوبيراسيون توبوغرافيك، هذه ضروريه منها، وان قبل ما دير هذيك لوبيراسيون توبوغرافيك كاين واحد القضيه بعدا اللي في الغالب تحتاجوها بزاف ديال الناس، اللي هي ان كاينين بزاف الحالات اللي كيحتاجوا واحد ما يسمى بشهاده اداريه، واحد الشهاده اداريه اللي كيحتاجوا لها الناس كتخدم الجامعه، ولكن هذه الشهاده عندك يكذب عليكم شويه يقول لك اودي حكا راه غادي نشدها لك ولا ما غادي نشدها لك، راه الا عندك الحق غاتشدها، ما عندكش الحق ما غاتشدهاش. تكونوا فاهمين لان كتشوفها واحد اللجنه مختلطه، واحد اللجنه مخلطه مجلطه فيها العجب ديال الادارات، فيها اوقاف حتى الاوقاف فيها المياه والغابات فيها البومبيه فيها، المهم فيها بزاف ديال الاسميتو،
ديال المتدخلين. لهذا الا عندك فيها الحق غتشدها، ما عندكش فيها الحق راه والله الا شديتها واخا وقف معاك شي واحد. لهذا فما يقول لكش يكذبش عليكم شي واحد يقول لك انا نوقف معاك تشدها ولا ما كذا ولا شي رئيس جامعه يكذب عليك يقول لك الا عندك الحق تشدها راه غتشدها، ما عندكش الحق تشدها راه ما تشدهاش، واخا يوقف معاك اللي بيوقف معاك. لهذا فمن بعد فاش تشد هذه عاد تبدا ديك اللي قلت لكم انا، هذيك لوبيراسيون توبوغرافيك. هذه لوبيراسيون توبوغرافيك اللي كيديرها توبوغراف، وهي عباره بحال شي فيش تكنيك كتدار لكل جزء من العقار اللي بغيتي تحفظه. وهذه القضيه هذه عاد كتدفع هادشي الامور كامله للنوتير وكيتدفع. وممكن دير هذه القضيه بوحدك مثلا، ممكن دير مثلا دير هذه لوبيراسيون توبوغرافيك كامله من بعد ما تشد مثلا ديك الشهاده الاداريه في حاله ما كنتي تحتاجها، الا كانت الموقع ديالك تحتاجها فغادي ضروري ما خصك تشدها. فمن بعد ممكن تدير القضيه بوحدك مثلا، تدفع الامور اللي سميتو المحافظه العقاريه الى هي قبلت لك انك تدفع الامور ديالك بوحدك. فتبارك الله ما قبلت ليش قالت لك ضروري دوز عند النوتير، راه اوبليج دوز عند النوتير، ما عندي ما ندير لك في هذه الحاله. فاهميه ديال الملف التقني، الملف التقني التوبوغرافي هو مهم بزاف. علاش؟ لانه تيضبط لك المساحه وتيضبط لك الموقع وتيضبط يعني بالضبط اش من ايطاج. يعني هذا الملف التوبوغرافيك مهم بزاف لانه كيضبط لك حتى الحدود ديالك، يعني بحال شي كروكي مضبوط ما فيهش اللي اسميت. ولكن هذه القضيه هذه ماشي تيديرها اي توبوغراف، هذه القضيه هذه تيديرها بالضبط مهندس توبوغرافي. وهذاك المهندس توبوغرافي راه ماشي توبوغراف عادي، ماشي تقني توبوغرافي، لا تيديرها مهندس توبوغرافي. وهذا المهندس توبوغرافي راه في العموم تيكون مسجل بديك الهيئه ديال المهندسين التوبوغرافيين، ديك لوين اي جي تي، ما عرف كيفاش لورغانيزاسيون ناسيونال دي انجينيور جيومتريك توبوغرافيك. هذه هي هذه لابريفيسيون ديال هذا الاسميتو. فهاد المهندس توبوغرافي هو في الغالب تي ممكن يدفع لك مثلا الدوسي ديالك، تيقاد لك الدوسي ديال هذيك الدار كامله، تيجزئها لك تيقسمها تيقاد لك الامور ديالك، تيقاد فيش تكنيك كومبلي، تيدير لك ديال تيولي تيدير لك ديال الارض السفلي ديال بروميان ديال الريتشوسي ديال بروميان ديال دوزيام شحال فيه تروزيام شحال فيه، والسطح اللي بغيتي دير ليه سميتو عليه ولا السطح تخليه مثلا ملكيه مشتركه للجميع فاش تبيع مثلا كلشي ممكن مثلا عنده الحق في السطح مثلا يطلع ينشر وكذا وسميتو عليه، والباب بطبيعه الحال والدروج تيبقاو مشتركين للجميع وتيولي انسان عنده تيطلع. ما يمكنش مثلا شي واحد يكون عنده الدروج ديالو، الدروج تيكونوا ديال كلشي من تحت للفوق، تفهمنا. وهذا الشيء راه امور اللي هي مهمه بزاف في لا سيباراسيون دو تيتر، ممكن غير هي ما يمكنش دير مثلا عندك مثلا ار بلس 2 وتبنيه السفلي وتسجلو وتحفظو باش تبيعو عاد من بعد ما تبدا تبني الفوق، ما يمكنش. لا، هذا تيدار فيش كومبلي من السفلي حتى الفوق، تتكون كملتي البلان ديالك انيسيال اللي عطيك مثلا المهندس، تتكون كملتيه كامل، هو تتكون مسجل ومحفظ سميتو عليه البقعه الارض، وعاد داكشي اللي بنيتي فوقها تتبدا تخدم عليه على حساب سيباراسيون دو تيتر. كاينين شي وحدين تيكون دايرين مسجلين محفوظين الحيوط، عاد تيديروا سيباراسيون دو تيتر تيديروا كل سميتو عليه، حتى هذيك ممكنه، ولكن حتى هي عندها بروسيدور ديالها اللي كيتبعها مثلا. ولكن الا كنتي مخالف للبلان يقدر يكون عندك مشكل. لهذا فاي واحد مثلا بغى يدير هذه القضيه هذه راه ممكنه، غير هي مكلفه شويه زايده زايدة نيت، لان تخيل كل دوسي غادي ديرو بوحدو وكل بقعه كل حاجه غديرها بوحدها وكل حاجه غادي تسجلها وتحفظها بوحدها، يعني غادي يولي عندك كل وحده مثلا عندك تيتر فونسي ديال 5300، هذاك كاع هذوك اللي خارجين من هذاك 5300 على واحد، 5300 على جوج، 5300 على ثلاثه، يعني هذاك التيتر خارجين منه مثلا خمسه مثلا ديال التيترات 5300 على واحد على جوج على ثلاثه على اربعه على خمسه، فهمنا. وكل واحد تياخذ مثلا التيتر ديالو خاص به، وكل واحد عنده لي بورن ديالو مقادين في لاوتور وفي في كل شيء، بحال شريتي بارطمان، بحال فاش تكون شريتي مثلا بارطمان في وسط عماره، بحال هذه القضيه هذه. وكنتمنى انني نكون وصلت لكم الامور. ايوا كي قلت لكم الانسان ما يبنيش على هذا الشيء اللي قلت انا بوحدو، لان راه كل واحد تتكون عنده حاله خاصه معينه، خصو يمشي عند النوتير ويعرض عليه الحالات ديالو الا كان يحتاج هادشي اللي قلت ليه انا فقط فانعم واكرم، ولكن لا خصو شي وراق اخرين يضيفهم لانه الحاله ديالو كتستدعي داكشي. فبطبيعه الحال غادي انا هي فقط جو فو ديريج باش تنحطكم على الطريق سور لا روت باش الانسان يمشي ويكون فاهم الامور كيفاش تتدار. غير هي راه الانسان الا بغى مثلا يستغل دارو لاش باش يدير سيباراسيون دو تيتر، بغيتي يتكري وبغيتي تدير، والاغلبيه كيدير. واحد القضيه اخرى اللي بغيت نقول لكم هو شي ناس اخرين واش يديروا، عوض ما يدير سيباراسيون دو تيتر ويدخل تيمشي يجي واحد تيكتب ليه بروميان تيكتب الاخر دوزيام وتيشد هو الريتشوسي مثلا، تيولي هو مدخلهم في التيتر، ما
فهمنا تيولي مدخلهم هما في التيتر. هاد القضيه هذه من بعد تيكونوا فيها المشاكل، لان من بعد تيقول لك لا انا بعتي لي هنا ولا ما بعتي لي هنا ولا كذا ولا كذا، تتكون فيها شي شويه المشاكل. لهذا الناس يديروا سيباراسيون دو تيتر باش الانسان تيشري تيترو ناضي فاضي سميتو عليه. ولاني كي قلت لكم راه كاينه هاد القضيه ديال انك كتمشي كتدخلو معاك في التيتر، وفي وسط التيتر تيولي تيكتبوا ليه مثلا بان هاد الانسان هذا راه عنده مثلا بورسونتاج ديال تيل اي تيل، فهمنا؟ ما يقدرش يدير ليه مثلا النوطه راه عنده البريميير، لا الا عندك انت هو عنده بريمير وانت عندك الدوزيام، تيكتب لك مثلا النوتير بان راه عنده 50% ولا عنده 30% في العقار ولا عنده 20% في العقار، ما يمكنش يكتب لك مثلا النوتير. ولاني تيديروها الناس عند العدول، تيمشيو تيتنازل ليه مثلا على البريمير. انا مثلا مشيت بعت لك البريمير، تمشي تنكتبها لك عند العدول، هي ملكيه مسجله محفظه، ولا انت مشيت تنكتبها لك عند العدول بان كتبت لك البريمير وهداك الشيء. والمهم هذا الشيء تيبقى كله، يعني حنا المغاربه دائما تلقاو شي حوايج اللي من بعد كنوليو كنقولوا يا ريت كون درنا. لهذا اي واحد بغى يشري التيتر ويهني راسو. انا دائما كنصح الناس بشي تيتر باش يهنى وينوض نايض، ما كاين لا مشاكل ولا فريع ولا صداع. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم.